بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن درس قصير جدا، اغتنام الوقت الواحد في أكثر من عبادة، في استقلال الوقت الواحد في أكثر من عبادة لا يعرفها إلا الحافظون لأوقاتهم. هذا له عدة تطبيقات في واقع الحياة. واحد، إذا ذهب المسلم إلى المسجد ماشيا على قدميه أو بالسيارة، إن هذا الذهاب عبادة في حد ذاتها ويؤجر عليها المسلم، لكن يمكن استقلال هذا الوقت أيضا في الاكثار من الأذكار أو قراءة القرآن في الطريق، فيكون قد اغتنمت الوقت الواحد في أكثر من عبادة. اثنين، إذا حضر المسلم وليمة عرس خالية من المنكرات، فحضوره لهذه الوليمة هو عبادة بذاتها، ولكن يمكنه استقلال وقت هذه الوليمة في الدعوة إلى الله والاكثار من ذكر الله والاستغفار. والله أعلم.